السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم قناة بلسود في دورة جديدة إن شاء الله. في الدورة دي هنتعلم إيه هي السي بلس بلس نتورك بروجرامينج. إن شاء الله هتكون الدورة دي على 3 حلقات. أول حلقة هتكون على إزاي نعمل سيرفر، اللي هي الحلقة دي اللي هيجيب لك بقى اللي هيجي لك عليه كل الاتصالات بقى اللي هي اتصالات الكلاينتس وكده. تاني حلقة هنتعلم إزاي نعمل الكلاينت اللي هو أساسا هيتصل بالسيرفر، إزاي نبرمجه بلغة السي بلس بلس، وهعلمك كده إزاي إن شاء الله تطلع من الدورة دي فاهم يعني سي بلس بلس نتورك بروجرامينج. هنراجع برضو على شويه مفاهيم كده في السي بلس بلس، ان احنا هنحتاج اساسيات كتير في الدوره دي، لكن هي مش صعبه على فكره، هي بتحتاج بس اساسيات، ان انت تكون اساسيات كويس او حتى مش كويس في الاساسيات، ممكن اصلا تبص هنا تراجع على الاساسيات كويس، ومحتاجه واحد يعني مركز شويه لان هي في اكواد كتير لسي بلس بلس نتورك بروجرامينج، بس هنقسمها هتبقى سهله بالنسبه لك. ثالث حلقه انا حبيت اخليها لوحدها لان في ناس كتير بتحب انها ايه الحلقه دي بالذات ناس عايزاها بس لوحدها، يعني انا كنت بفكر ادمجها مع ازاي تعمل كلاينت. طبعا الجزء الاهم في الدوره دي انك ازاي تعمل كلاينت، ان الكلاينت بقى اللي احنا هنعمل عليه اتصالات بقى بالسيرفر، ازاي تبعت رساله، ازاي تبقى تستقبل رسائل من السيرفر والكلاينت والعكس. الحلقه الثالثه هتكون ازاي السيرفر يستقبل كذا اتصال من كذا كلاينت في نفس الوقت. نبدا على بركه الله كده، هنستخدم محرر الكود بلوكس، ده افضل محرر للموضوع ده كده، ممكن تستخدم برضه ديف سي بلس بلس، بس انصحك بكود بلوكس عشان ايه يعني واجهته سهله شويه ونقدر نتعامل معاه بسهوله. هنخش نفتح بروجكت عادي من نيو وتكتب نيو بروجكت. الخطوات العاديه يعني عشان تفتح ملف سي بلس بلس او مشروع سي بلس بلس انا عملته قبل كده. اولا كده عشان يعني انسى كل اللي قدامك ده خالص لان انا هشرحه دلوقتي، اول حاجه لازم تروح على المشروع بتاعك هنا وتدوس كليك يمين، بعد كده بيلد اوبشنز، تيجي هنا عند لينكر سيتنجز، بعد كده تدوس اد، بعد كده تحط المكتبه دي، يعني انت خليك كده تحط المكتبه دي اللي هي libws2_32.a، هتلاقي اسم المكتبه دي تحت في الديسكربشن في الوصف، خدها كده وحطها هنا في اللينكر اوبشنز. خلي بالك السي بلس بلس نتورك بروجرامنج مش محتاج خالص اي مكتبه تحملها من على النت، هي مدمجه اساسا مع السي بلس بلس. هندوس اوكي، بعد كده اوكي. تاني حاجه هنروح على السيتنجز هنا، بعد كده كومبايلر، بعد كده تيجي تعلم على السهم ده، هتدور على دور على جمله اخيره اس تي دي اللي هي الجمله دي سي بلس بلس 11، احنا هنحتاج الاصدار ال 11 اللي هو سنه 2011 عشان النتورك دي شغال عليه. هندوس عليه نقشر عليه كده على كده اوكي. خلاص انت كده ايه جاهز ان انت نتورك بروجرامينج. هنحتاج ايه معانا؟ هنحتاج اول مكتبه اللي هي الاي ستريم، دي اللي هنحتاجها عشان نطبع رسائل او ناخد رسائل نطبع حاجات للمستخدم او ناخد منه رسائل، الرسائل اللي احنا هنكتبها طبعا. انكلود وين سوك 2 دوت اتش، دي اللي احنا هنستخدمها في السوك بتاعنا او السوك بتاعنا. بعد كده نكتب هاش براجما كومنت بين قوسين ال اي بي واحد دبليو اس 2 اندرسكور ان 32 دوت ال اي بي، دي لو تتذكروا المكتبه اللي احنا ضفناها في البروجكت بتاعنا، دي احنا بنربطها بالبروجكت ده بالصفحه دي. بعد كده ان كلاود ستريت ان كلاود اس ستريم كده كده ان كلاود ستوديو دوت اتش، اللي احنا هنحتاجه في الحلقه دي بالذات بتاعت البتاع ده السيرفر، هنحتاج الاي ستريم والمكتبه الثانيه والمكتبه الثالثه والمكتبه اخر مكتبه دي الاستوديو دوت اتش. الثريد دي اللي احنا هنحتاجها عشان ايه نبقى نعمل كذا اتصال بالسيرفر بتاعنا، والاس ستريم دي اللي احنا بنحول منها التشار للسترينج. هفهمك كل ده ان شاء الله بس في ازاي تعمل كلاينت. نبتدي كده تحت. دلوقتي احنا ايه بنهيئ السيرفر بتاعنا ان هو نربطه بالجهاز بتاعنا عشان نعمل السوكت اللي هيجي لنا عليها اتصالات. اول كلمه هنكتبها اللي هي دبليو اس اي داتا، ناخد منها كان اسمه دبليو اس اي دبليو اس اي داتا. الدبليو اس اي داتا دي هي اللي احنا بنعمل منها السيرفر، خد بالك، او سيرفر او كلاينت حد سواء يعني. بعد كده بنعمل هنا انت اي ار ار نعرف متغير جديد، بعد كده نديله دبليو اس اي ستارت اب بيك بورد، نفتح قوسين 2 و2 ونعمل على علامه الريفرنس دي، بعد كده دبليو اس اي داتا. مش شرط خالص تفهم خالص في اسطر دي لانها اسطر اصلا خاصه بالنتورك وكده، يعني لو انت ايه كويس في النتورك او عارف شبكات ممكن تعرف الاسطر دي. بعد كده نقول لو الاي ار يعني النص اللي احنا كتبناه الداله اللي احنا كتبناها ده احنا بنستخدم الداله وبنديها شويه مدخلات، لو الاي ار بتساوي صفر بمعنى يعني لو ما فيش اي خطا في بدايه الدبليو اس اي ستارت اب يعني ولا ازاي يعني لو ما فيش اي حاجه غلط في بدايه السوكت بيرجع لك صفر، لو في غلط او اي حاجه غلط بيرجع لك او اي حاجه غلط بطريقه ان السوكت يشتغل بيرجع لك اخر الصفر سالب واحد سالب واحد بقى واحد اي حاجه. لو قلت هنقول وين سوك، لو قلت لو الاي ار ار ما فيش اي خطا لو رجع لك كلمه صفر هنقول له وين سوك ستارت از
ناو وركينج سكسسفول. هننزل تحت لو else وان سوك فيلد تو ستارت، بعد كده نخرج ببرنامج عادي. بعد كده بنهيئ السوكت بتاعنا اللي احنا جايين على الاتصالات، ناخد من السوكت اللي هي المكتبه اللي هي الموجوده عندنا ماي سوكت، ناخد منها كائن، نعرف السوكت ده، ناخد نكتب اف اف انت، بعد كده سوكت اندرسكور ستريم، ممكن تكتبها سوك اندرسكور ديجرام، بس الستريم دي بتاعت تي سي بي، اتصال تي سي بي، بعد كده والديجرام بتاعت اليو دي بي. مش شرط تدخل في الحكايات دي، بس ممكن تسيبها سوك اندرسكور ستريم احسن. بعد كده تنزل تحت هتلاقي لو الماي سوكت رجعت لك قيمه انفايرد اندرسكور سوكت، هنقوله برنت اف فالتو بريت سوكت، بعد كده نطلع له معاها دبليو اس اي جيت لاست ايرور. دبليو اس اي جيت لاست ايرور دي اللي هي بنعرف منها ايه اخر خطا جالك، يعني اخر خطا البرنامج جاله من المكتبه دي بنتبعه له. لكن بنخرج البرنامج لو انسى او مفيش اي مشاكل بنطبع سوكت هاز بين كريتد. ننزل تحت هنلاقي هنا ايه البروبرتيز بتاعت السوكت اللي هي خصائص السوكت اللي احنا هنعمله. اول حاجه هنعملها هنا انا مش عارف ايه دي، يعني ايه بس ليها يعني مش عارف ايه معناها، بس ايه هي هتبقى كده. تكتب سيرفر دوت سايد اندرسكور فاميلي، طبعا السيرفر ده اللي احنا خدنا منه الكائن بتاع الاستراكت. ننزل تحت هنلاقي ساين دوت ساين اندرسكور بورد، ده البورد اللي هيجي لك عليه الاتصالات، السيرفر بتاعك اللي هيجي لك على الاتصالات، يعني الكلاينت هيتصل بالاي بي وبعد كده هيتصل بالبورت ده. لان مثلا خليه 5000 5000 5 5 5 4 5 بعد كده هنيك السيرفر دوت ساين اندرسكور ادر دوت اس اندرسكور ادر بتساوي انت اندرسكور ادر. الادر ده اختصار لادريس، الادريس ده نكتب هنا 127.0.0.1 لان احنا بنقول له السيرفر هيتعامل على الجهاز ده. الثاني السطر التالي هيكون بايند ربط، في دي ده اللي اسمها ربط الربط. نربط الماي سوكت بتاعنا بالسوك ادر اللي هو الكائن اللي احنا خدناه ده او نوع الكائن اللي احنا خدناه. مش شرط تفهم زي ما انا قلت لك الحاجات دي، لا هي حاجات خاصه بالشبكات مالناش دعوه بيها، انت مجرد بس كوبي بيست للكود ده في الكود بلوكس بتاعك. بعد كده السيرفر، بعد كده سايز اوف سيرفر، بعد كده ده البايند بتاعنا. ننزل تحت هنلاقي ليسن ماي سوكت 5. الليسن ده هي عاده الاتصالات اللي هتجي لك، يعني هتنصت على كام اتصال. هنقول خمس اتصالات مثلا هيجوا لنا، بس نصمت عليهم. بعد كده اكتر من خمس اتصالات نقفل الماي سيرفر بتاعنا على طول. بعد كده ننزل هنا اند كونفيجور كونفيجور سيرفر، احنا كده خلاص تحيه السيرفر. يبقى كده ايه خلاص، لما لو وصل لغايه هنا لو الليسن سيرفر الماي سوكت خلاص هو كده السيرفر مش شغال، كده اشتغل السيرفر بتاعنا. طب بعد كده ايه؟ هنقول سوكت كلاينت سوكت. طبعا احنا بناخد نعمل كائن من المكتبه دي، المكتبه دي فيها السيرفر وفيها كلاينت اللي انت هتاخده. بناخد كائن من المكتبه دي، طبعا الكائن ده الكلاينت اللي هيجي لازم يديله بروبرتيز خصائص عشان نتعامل معاه، عشان ايه؟ يعني مش هينفع السيرفر بتاعنا على طول يتواجه مع الكلاينت، لا الكائن اللي احنا هناخده ده بيتواجه مع الكلاينت، اي حاجه تحصل من الكلاينت يبعتها مثلا ايه للكائن ده، بعد كده الكائن ده يديها للسيرفر. عشان ايه مش عارف ليه ما ينفعش، يعني حاجه كده خاصه بيه. ننزل تحت هنلاقي كلاينت سوكت بتساوي اكسبت ماي سوكت 00. دي احنا في السطر ده هو بيستنى اتصال، خلاص هو دلوقتي ايه بيعمل ايه؟ ويت فور كونكت، هو مستنى ايه اتصال يجي له بعد كده ايه ينقل على السطور اللي بعديه، الاسطر اللي بعديه عفوا. بعد كده بينزل تحت لو لقى ان الكلاينت سوكت ده رجع له انفايرد اندرسكور سوكت هيقول له زرار ايرور ان اكسبتنج، ان اكسبتنج. لو غير ذلك هنقول له هيقول له نيو كلاينت. زي ما انتم معايا يعني يا ريت تكونوا فاهمين، بس لو في حاجه مش واضحه اقولها لي في التعليقات ان شاء الله ارد عليك. انفاليد سوكت ده دي حاجه خاصه بالمكتبه برضه اسمها انفاليد سوكت، ده لو في خطا في السوكت نفسه اي خاصيه او اي حاجه في مكتبه السوكت بترجع القيمه دي، القيمه دي لو موجوده يبقى في غلط، يبقى احنا ايه نقفل خلاص. لو انسى نقول له نيو كلاينت. بعد كده احنا خلصنا تقيت السيرفر خلاص، يعني الكلاينت اتصل بينا خلاص دلوقتي، فمثلا بعد الحكايه دي كلها نقول له نكست، يعني في الحته دي كده دي الكود اللي احنا هنكتبه ان شاء الله في يعني الرسائل بقى اللي احنا هنبعتها واللي احنا هنستقبلها وكل حاجه، اي اتصال خاص بالكلاينت او اي حاجه بين الاتصالات ان شاء الله هنكتبها في الكود ده، بس بعد كده الحلقه الجايه ان شاء الله. بعد كده تحت هتلاقي كلوز سوكت ماي سوكت دبليو اس اي كلين اب. كلوز سوكت دي داله في السوكت دي بتقفل السوكت بتاعنا، ودبليو اس كلين اب ده بتنظف الدبليو اس بتاعنا عشان لو عايزين نعمل سيرفر ثانيه او كده. فلو مثلا هنا كده نعمل ران للماي سيرفر هيقول لنا ايه وين سوك از ناو وركينج سكسسفولي، يعني هو هنا ايه وصل خلاص الوين سوكت تمام شغال ما فيش اي مشاكل. من تحت يقول لك سوكت هاز بين كريديت، بعد كده هو هنا ايه مستني اتصال. خلي بالك في الخطوه دي هنا هو هنا دلوقتي ومستني اتصال يجي له، اول ما يجي له اتصال يحطه هنا في الكلاينت سوكت، يحطه هنا يحط الخصائص بتاعت الكلاينت اللي بيجي له دي يحطها هنا عشان نقدر نتعامل معاه. مثلا ارسال لو انت مثلا يعني احنا هنحتاج الكائن ده عشان نرسل للكلاينت سوكت، فممكن انت يكون عندك مليون كائن، يعني طب انت
هتفرق بينهم ازاي، هتفرق بينهم من كلايت سوكت. خلاص ده كده الدرس النهارده خلص، نلتقي في الدرس الاخر اللي جاي ده بتاع الكلاينت ان شاء الله. لو في اي حاجه مش واضحه، انا عارف ممكن يكون في حاجات مش واضحه كتير، بس ان شاء الله هرد عليك عشان تفهمها في التعليقات باذن الله. نلتقيكم في درس اخر.